بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الجمعة جمعة سورة لغو مغعابي مدنية المدينة كسودكتي وآياتها إذ هادون 11 آية كوية وان آية دودوي سورة دينو ميشان كقلينا وحا ليرا سورة الجمعة يا ليرا وحان نوي ما دون إلهي نوليه دون سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة صلاة مرك إلا آذانه مالنت الجمعة حقوك أي إسكالاذ هاي وقتك سحقوك أويا لنا أيو أيا اللوغة ورمايا مرك وحيك متى قاعدة هذا من باب تسمية الكل باسم بعضه على عادة الله تعالى في كتابه شيء كلي أو بعض كمدى اللومغة عادة إلهي كتاب كيس قدر يرسطعي كمتى سورة اينو ميشان كقلينو سورة الجمعة ليرا سورة مدنية واي اجماع ايا الوية هاي كوية توان ايا دود انا يتاني سيدا سوكا لانتود ايا الوية سورة دهان مركة وحاوي مركة او ايهين سورة او مارتايا مدنية ايتاي سورة دو وحا لوغا قهد الله تشريعات ايا لوغا قهد الله احكام ايا الوجي دين ايا مركة مكي تانوان نصومر نيو وحاوي waxaa looga hadlaa usulul aqida ayaa looga hadlaa bismillaahir rahmaanir rahiim yusabbihu waxa nasahaaya lillaahi allah waxa nasahaaya ma makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo ma makhluuq fi al-ardi dhulka ku sugan allahi al-maliki oo boqorka ahay allahi al-quduus oo dahirnaay الله العزيز او غالب كهي الله الحكيم او فلسوب نحوسن عينايو سورة دان هدى إله سبحانه وتعالى وهو كب اللابا يا تسبيح تسبيح دي مركز سورة ديه لغو باللابا يي او مركز ملارع لغا عبرا يي اي مركز اي كوكتهي سورة ديه مركز مالغا لغا عبرا يو سدح ذا هيوان سومرني تي مصدر كاهيد نمارة تيوان وصومر نيو سبحان أي هذي تي مركز أمر كاهيد نواي نور دمانتهي تسبيح ذا سيداس لغا عبران حكمة ذا أي تهي إيا وحا كدن بي أي هراي أيان أصو قادني مركي أنو سومر جرني سورة سبحان أي نسومريني أو ما سورة الإسراء إلهي يحول سبحانه وتعالى يسبح وحا نزهاية وحا الله هفا يظهراية وكاد نزهاية وصف كسته ومركاسي ناقصه أما مخلوق أو كسفه ما مخلوق أيود إلهي سبحانه وتعالى في السماوات سماوات كخصغن إيه وما مخلوق في الأرض لأرض كخصغن هذا ماذا وحي كود عدا وحان وحا غير عاقل كهون عقل غالهين لكن وحا تغليبا للأكثر وحا بضان ايا لقلب اياه وحكس إلهي سبحانه وتعالى وين نزهايا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح وما تنسوا مال جرني الليه الملك وحا لغسفين يا مركاسي لفظ الجلالهاس الليه الملك او بقر كاهاي إلهي ملك ويوا متصرف خلق يسا أيو كتصرف يا سيدا أو دونه إيجاد إيا إعدام إيا غير كودب إلهي وحبو أهي سينا يا وحبو نباب إنا يا إلهي أساقان مركاسي سيدا سأو ديسو أيتاي أليه القدوس أو ظهرناي هذا ملك إيا قدوس ليسكو حجيو وحا أيتاي هران أصامرني ووحا وي سورة الحشر آخر كذا يانو كسو مرني إلهي سبحانه وتعالى وحانو لو إشارة ياه إنو سن ملك مركي ليري ملوك تأدون كوكالاو سنهين وعوارشة إيا وحيابها لباتوين كايكو إمانا أو سنهين أليه العزيز أو غالب كهودة إلهي سبحانه وتعالى وملك يسا غالب كوكوها يون لغهور إماكرين
أليها الحكيم أو فلسو بناي وحكس أو صنعين يضع شيء في محله وي شيكس إلهي محل كيس أيود جنيا الله أيا وحا نزهاي وحا مركز كون كاس جوغورا أيا نزهاي أدنى الله وحوري سبحانه وتعالى هو الله الذي الله وي بعث بحيي في الأميين كو أميين تأه رسولا رسول كسو بحيي أو منهم أيها كمدا رسول كاسو يطلو أخرنا عليهم كركودة آياتي آيات كيسا كو أخرنا أو ويزكيهم ظهر آية أو ويعلمهم بر آية الكتاب كتاب كقرآن كبر آية إيا والحكمة حكمة بر آية وإن كانوا وحي أهايينو ده إلهي سبحانه وتعالى من قبلهر انتا رسول كاسو إيمانه لفي الظلال بادك وكسوغا مبين او عضو الهي سبحانه وتعالى يا واخرين كوكل انتوضو الهي او منهم ايه كمده او وحاوية امد النبو عليه الصلاة والسلام بلو جيسي مركاسي هدي لغا ورمي كوا امانا يا بعد قوة كواس ايقونا وحاوية الهي سبحانه وتعالى رسول كاسو صادري كواسو لما يلحقوا لم يلحقوا بهم انن هليل نوض الهي سابقا يا فضلك ان كو هليلين وهو الله العزيز الله غالب وهي الحكيم الله فرسو بوي إلهي مركو كسو رمي تنزيه او نزهناي هي مركاسي تصرف كون كان او كليهي وا الهي تصرف كاس وحاوا كمده الهي سبحانه وتعالى رسول كان عليه الصلاه والسلام او ادويدان ايدو اي مغدي تهي او مركاسي الهي سي لو نزهو iyo wax ilaahay ah oo la aqoonin oo adduunyadu mugdi ay ku sugan tahay ayaa dadkii joogay ilaahay subxaanahu wa ta'aala rasuul uu soo bixiyay marka ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu wa ta'aala huwa allahu ilaahi alladhi allah weeye ba'asa soo bixiyay fil ummiyina kuwa ummiyintahay oo waxnaan akhrin waxnaan qorin ummiyinta hadda meeshan waxaa loola jeedaa leeyri arab ayaa loola jeedaa leeyri marka ummigana xagga luqada waxaa la yiraahdaa man la yaktub wala yaqra kitaban qofkan waxnaan qoreynin wax meel ku yaalna aanan akhrinaynin marka arabta ayaa waxa weeye aksar kooda ayaa sidaas ahaayo waxay ahaayeen dadan waxnaan akhrin waxnaan qorin ay u badnaayeen weeye marka hada laakin aglabiyadooda ayaa saas aheede dad wax akhriya waxna qora arabta waa ay ku jireen marka hadda rasuulka kaleysa sallallahu alayhi wasallam ilaahi wuxuu dhahay huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasuulan hadda markaas asagane rasuul ummiyaha ilaahi ka dhiga subhanahu wa ta'ala asaga waxay kamid ahayday waxa sharaftiisa ay kamid ahayday nabii kaleysa sallallahu alayhi wasallam ummiyadiisa laakin dadka intiisa kalantood qofka ummiya waxay ku tahay sharaf darra ay ummiyadu ku tahay laakin rasuulka kaleysa sallallahu alayhi wasallam isaga waxay u ahayd sharaf ay u ahayd weey marka hadda ummiyinta ayaa hadda lagu gaabiyay meeshan ayadoo rasuulka kaleysa sallallahu alayhi wasallam rasuulun ursila ila naasi kaafatan rasuul loo diray khalqiga dhamaantiis uu yahay marka hadda taas waxay ishaareysa arabta ayaa la sharifaya maadaama nabi kaleysa sallallahu alayhi wasallam ayuu ka dhashay waxyiguna ayaga uu soo bilaabay marka allah wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala هو الله الذي الله وي بعث بحيي في الأميين والإلهي كو أميين تأهي رسولا رسول كسو بحيي رسول كاسو منهم أيها كمده رسول أيها جنس قودة وي أو نصب قودة أيها لقودة مركا هدا رسولا منهم تإلهي أوليه عرب وحاوي قبيل جره أو عرب كمده مجرم باليري إلا النبي عليه الصلاة والسلام قرابة أيو كلها وحاوة نصب أيها وحباء وقلها رسولك أيها ونسيدة صوكة لانتود أيها كلها وحاوة لقرها يا باكالية نمان لي رابني تغلب أيها النبي وحباء وقلين مركا قولا داس إلهي سبحانه وتعالى النبي نواكت ظهري محايا يلا أيها وحاوة وحاية هايين دين تنصارة أيها مركا سي قلين سيدة مارت يا ابن إسحاق أو دهي رسول كان عليه الصلاة والسلام وها مركاسي أساقنا أمي أيها مسال كوضا وحيسان روسو شاقني
maxaa yeelay nabigu calayhi salaatu wasalaam ummi inuu yahay kutubti ambiyadii ka horeysay ayay sidaas ku qoreeday. Marka inaan taas waxba iska bedelin ayaa markaasaa xigmadu ay tahay, oo markaasi ay ogaadaan yahuudda iyo nasaaradu inuu rasuulkii la sheegayay oo xaq ahay inuu yahay inay ogaadaan weeye. waxaa kaloo meesha laga saarayaa haddii nabigu calayhi salaatu wasalaam wax qori lahay waxay markaasi isdhihi lahaayeen waxyaabo isagu uu isku aadiyo soo qortay weeye ayay isdhihi lahaayeen. marka waxaa la tusay waxay dad qoray wax ka maaratay ka xoog badan oo ka qariibsan oo mucjiso ah ilaahay inuu rasuulkeena siiyay calayhi salaatu wasalaam. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala rasuulan rasuula u dhi ilaahay rasuulkaasoo minhum ayaga ka mid ahow dhahay ilaahay waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam. rasuulkaasu marka waxa uu yahayna alla wuxuu dhahay rasuulkaasoo yadluu ku akhrinaaya calayhim korkooda aayaatii aayaadkiisa qur-aankaa ku akhrinaaya. rasuulka calayhi salaatu wasalaam aayadaha qur-aanka ayuu ku akhrinayaa oo wayusakiihim dahiraaya shirkigii iyo macaasida ay ku jireen ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka dahirayaaho waxuu ka zuulinayaa shirkigaas ayuu ka zuulinayaa iyo fasahaadka caqiidada ugaga jira ilaa ay ka noqdaan dad adkiyaahoo maskaxla ay ka noqdaan. wayucallimuhum baraaya u dhahadana alle alkitaaba kitaabka baraaya oo waxau baraaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam kitaabka qur-aanka ayuu barayaa. wayucallimuhum barbaraaya weeye alkitaaba kitaabka qur-aanka iyo walxikmata xikmada xikmadu iyadana waa isla kitaabka waahalil maa fiihi min alaxkaami waxa markaasi kitaabka ku jiro axkaama weeye ama xikmadu waxay culimmadu yidhaahdeen waxaa laga wadaa sunnada nabigu calayhi salaatu wasalaam. dadkan hadda marka sidaasahoo ilaahay subxaanahu watacaala rasuulka usoo diray nabiga hortiis maxay ahaayeen? ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wain kaanuu intaan mukhafafatu min asaqiilati weeye isinkeedi yaa maxduufa wain kaanuu wa innahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen ou dhah ilaahay min qablu hor ou dhah ilaahay intaan nabigu calayhi salaatu wasalaam u imaanay horteeda dadkan carabtaah waxay ahaayeen ama adduunka dhammaantiisa lafii dalaalin baadi kuwa ku sugan ou dhah ilaahay subxaanahu watacaala mubiin oo cad. waxaa weeye baadi cad ayay ku sugnaayeen, dad aan diin lahaynin akhlaaq lahaynin, ilaan dadku sidoodaba haddaysan diin lahayn akhlaaqna ma laha. diinta iyo akhlaaqda wanaagsan waa isku xiran yihiin. marka dad noocaasay ahaayeen oo baadi cad ayay isaga sugnaayeen. dadkaas hadda marka laga waramay waa dadkii nabigu calayhi salaatu wasalaam waqtigiisii joogay, hadda ilaa qiyaamadu ay ka quntane dadka markaasi dadkaas ka dambeeyo asxaabu rasuulillaahina ayagana rasuulka ayaa loo soo bixiyey, iyo wa aakhariina markaa umiyiintay ku cadfan tahay ayaa alla usoo diray rasuulkaasow dhi ilaahay oo minhum ayaga ka mid ahow dhi ilaahay wal aatiina minhum weeye markaasi bacdahum kuwaas lasoo sheegay kuwa bacdigooda imaanaya weeye kuwaasoo lamaa yalxaquu lam yalxaquu aanan haleelin bihim ayaga aan haleelin. waxaa weeye waxaysan ku haleeli karin saabiqada islaamka loo dhaqay kuma haleeli karaan, xagga fadligana kuma haleeli karaan, oo saxaabada nabigeena calayhi salaatu wasalaam cid markaasi waxa weeye darajo ku gaaraysa ma jirto wax kasta haddii la sameeyana waa sabqiga ilaal islaam kuma gaarayaan iyo sharafta weeye. marka saas weeye maxaa yeelay saxaabada wax haleeli kara ma jiraan, wax la sinaa kara fadligooda ma jira weeye axad oo ayaga ka dambeeya weeye. lamaadaa marka waxaa lagu fasiraa lam ayaa lagu fasirayaa, maxaa yeelay manfiga oo lam ayaa waxuu ka caamsan yahay inuu markaasi mutawaquul xusuul u ahaado, taasoo markaasi waxa weeye lamaada markaasi khilaafsan weeye. lamaada markaasi waxay naga kartaa mutawaquul xusuul markaa muraadkuna saas maahan. si kastaba waxa weeye mar la gaarayo ma jirto oo haddii wax la sameeyo laga dabategayo asxaabta nabigeena calayhi salaatu wasalaam, maxaa yeelay nabiga waxay kala kulmeen iyo ru-yada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ku tamatuceen ayaa wax gaaraya oo markaasi uu dhigmi kara aysan jirin. cid kastaba cidday nabiga ugaga dhowdah waa ka khayr badan tahay. wahuwa alla u dhahay ilaahay subxaanahu watacaalaa alcasiizu allihii qaaliba weeye mulkigiisa, alxakiimu allihii falsuuma weeye. marka hadda dadkan waa taabiciin ilaa maaragtay qiyaamada ay ka quntay intaasaa loola jeedaa, taasaa markaasaa laga weye weye daalika kaasou dhah ilaahay subxaanahu watacaala lasoo sheegay
فضل الله إلهي فضل جيسي وي يؤتيه الله واسينا يا فضل جانه من يشاء روح أو دونه أيا الله سينا يا والنبي عليه الصلاة والسلام يا أنت مركز سمعي جيس الله شاقي أيا إلهي وحولي سبحانه وتعالى ذلك كاسو الإلهي فضل الله إلهي فضل جيسي وي يؤتيه الله واسينا يا فضل جاس من يشاء روح أو دونه والله ألنه ذو الفضل فضل الله صاحبه وي العظيم وي مركا هادا بحنتاس نبي عليه الصلاة والسلام تتكاس لغسوه بحيي وهي وقت جيس أهاي يا وهي كدام بأي إلى قيام أي كغنته فضل إلهي وي سبحانه وتعالى أو إلهي سبحانه وتعالى أدو من كيس أو كتفضل لي محايا ظلمات الكفر أيا لغا بحيي مركا ساو حوي نور الإيمان اللي بحيي والله الله الإلهي ذو الفضل فضل الله أصاحبه وي إلهي وامارته فضلك متك إسكاله العديم أوي مرك هذا إلهي أكوه رمي داد كاس أمة المحمد ونبي عليه الصلاة والسلام لو صوت دري وحاجري مركاس وقتك النبي عليه الصلاة والسلام نمن أهل كتاب قارهان يهود أياه جري وعلماءه ونبي عليه الصلاة والسلام صفات كيس قريي ونبي كبه أنشيغي عداوذا النبي النقض عليه الصلاة والسلام ولدا اسمركا سوى حوية آن عاملين تان هين أيا إلهي كورهما يا أيا ذو مركا سأرنتو أي عام تهيو هدا وحوية أنقنا هدا أنهي أمة المحمد كتاب كاس قرآن كا ونلوسو دجي هدا أنكو عمل فلوينو ميسال كانو كالعيانو يالانينا ألا مركا سعود هاي مسلو الذين كوا مسل كودة حملوا لحنبارسية التوراة التوراة لحنبارسية ثم بعد إذا لم يحملوها عن حنبار كمثل الحمار ضمير مثل كيسوا لطو حمار كاسو يحمل حنباراية أسفارا كتبا واوين حنباراية بئس وحى عباس له الإلهي مثل القوم قون مثل كوضع يا عباس له الذين قون كاسو كذبوا بيني بآيات الله إليه آيات كيس بيني والله ألا لا يهدي هنونين مايو القوم قون كالظالمين أو ظالمين تا إلهي هنونين مايو مركا إلهي وحوري سبحانه وتعالى مثل الذين كوا مثل كوضا سفضوضوا الإلهي حملوا لحنبارسية التوراة التوراة حنبار الدان وحدود كالإسكا سارة ماهانه وحال لقوضا كل فل عمل بها وي وحال وكلفي توراة إنيكو عمل فلان وي كتابك قفك مركوك عمل فلو وقف كتابك حنباروك لأ ودولك إنا كقاضي دوشي سامي حبت كيسا ساري ساسو هاي وكتنغي هدوك عمل فلو وايني أساقو كتابك وحاوي دولك دغي يكو جوك جوك صدوك لوي حملك مركاسي فليس هو من الحمل على ظهر ماهن بل هو من الحالة بل هو من الحمالة وهي الكفالة كاسال القوة ذاوي كتب كتابك قراءة مارتيا توريد أي سنك فارق غادين ثم بعد يدور إلهي لم يحملوها أن حنبار معناها أنك عمل فلم ويوحا كسوغا وحاكمدها هي صفة النبي عليه الصلاة والسلام هي صفة أصحاب تيس أيا كمدها هذي محايا لوحي الدوريين ويبدلين صفة النبي عليه الصلاة والسلام أو توريد قطي لي أي بدل إنسان ما لبذا القرآن كانوا قصامرني ثم لم يحملها أيود إلهي مركا ولا ذا سمحي كدقينه إلهي مثال حونا كمثل الحمار والإلهي ضمير مثل كيسو على طو حمار كاسو يحمل حنباراية أصفارا كتبا واوين وحوية ضمير أو وحوية كتبا الغراري أو ميلو قادايو أصو كتبتي واجيدة يحوغو قادايا لكن وحوك انتفاع انا مالها وحوك اوغيها انا مالها كتاب القرآن كاداد كانكو عمل فلن ساسو كالين تودوي كمثل الحمار والإله الضمير مثل كيسوا لطو حمار كاسو يحمل حنبار آية أسفار نور إلهي كتبا واوين حنبار آية كتبا واوين او علوم بضان اي كتالو دوشا كسيدة هذا الضمير كوحوية ايا ذكر الوخص السالي لكونه أبلد الحيوان حيوانات ضميرك وحوية حيوانك إلهي متك أو بريسان أو حيوان سنوهي أو عقل حنوهي
marka mar haday kitaabku ku amal fali waayeen dad axmaqiina oo markaasi lagu shabaho dameeraha lagu shabahay naqdeen. Waxa weeye dadku waxay ku sharaf ku leeyihiin inay diinta samaawiga ah oo Ilaahay soo dejiyey, gaar ahaan diinta Islaamka weeye diin kale hadda oo la rumeeyo ma jirtee, inay qaataan ayay ku sharafoobayaan. Hadday taas ka tagaan, xayawaanka kuwa ugu liita ayay kasii liidanayaan. Markaasuu dhe Ilaahay bi'sa waxaa baas lahow dhe Ilaahay. Masalul qowmi qoon masalkooda ayaa baasle, miisaal loo sameeyo weeye. Alladiina qoonkaasoo kadabuu beeniyo dhe Ilaahay bi aayaati laa ilay aayaadkiisa. Hada almasalu almakhsuusu bidami ayaa maxduufoo, masalkan ayaa baasle weeye. Wax masalkaas loo yeelay masal baas weeye. Wallaahu allahu dhe Ilaahay laa yahdii hanuunin maayo alqowma qoonka alla hanuunin maayo adaalimiin oo daalimiinta kaafiriinta Ilaahay hanuunin maayo azari Ilaahay dadka u qadaray inaysan hanuunaynin alla hanuunin maayo. Marka culimadu waxay yidhaahdeen muslimiinta wahaadal masalu yudhrabu likulli man taxamala alqur'aana walam yacmal bihi, saahru sheegna masalkan waxaa loo samaynayaa qof kastoo qur'aanka xambaaray oo haddana aan ku camal falin. Qur'aanka iska barashadiisa waxba tari mayso. Qur'aanka in la fahmo oo haddana waxa weeye lagu camal fala ayaa la doonayaa. Haddii kale intood waxa weeye qur'aanku xujo kugu noqonayaa, alqur'aanu xujatun laka wa calayka, qur'aanku xujo kugu noqonayaa markaad ku camal fasho. Haddii kale intood xujo kugu noqonaya maalinta qiyaamaha ku dacweynayaa. Ilaahay haddana wuxuu ku dhahay rasuulkiisa qul waxaa tiraa sayidka Muxamed kaahu yaa ayuha aladiina kuwa haaduu yahuudoobayow in zacamtum haddaad sheegateen annakum idinku owliyaa owliya inaad tihiin oo lilaahi ilaahay u sugnaaday owliya allah inaad tihiin min duuni naasi dadka kale ka soko oo owliyanimadu idinka idin khaas tahay fatamanawu lmowta mowta maniya mowt jeclaada in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina arrintaas kuwa kuruu sheegaay. Hadda nimanka hadda ilaahay subxaanahu watacaala uu ka soo hadlayay oo yahuudda ayaa waxa weeye ayagoo sidaas ah haddana waxa weeye mowdkay ka baqi jireen, waxay uga baqayeenna waxay ahaaday waxay ogaayeen kitaabka towrada inaysan ku camal falin. Marka annaga fiicanna way dhihi jireen. Markaasa nusuulka aayaddana wuxuu ahay yahuudda waxay sheegteen waxay naxnu abnaa ullaahi wa axibaahu sidaan soo mari jirna suuratul maa'ida, annagu ilmihii ilaahayaanna ilaahay dadka u jeclaayaana, macnaha hadda ilaahan dhala kama wadaan laakiin waxay kamid yihiin waalidku sidau awlaadiisa ugu jecel yahay saasoo kale alla noo jecel yahay. Axbaabta ilaahiyaana waxay haddana sheegteen jannada inuusan gelayn ilaa qof yahuuda mooyaane, saa hor suuratul baqara kusoo mari jirna. Markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau faray in markaasi uu daahiriyo, maya nabigaa la faraan dhihilaa nabigaa waxaa la faray beentooda inuu banaanka soo dhigo. Markaasaa ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku dhahay qul waxaa u tiraahdaa yaa ayuha aladiina kuwa haaduu yahuudoobayow, waa yahuudnimadaan meeshay ka timida innaa hudnaa weeye tamasakuu bilyahuudiyati weeye waa millatu muusa calayhi salaam in zacamtum haddaad sheegateen, waxa weeye zacmigu waxa weeye sheegasho oo maca idicaal kadib idoo been ay meesha ku jirto, annakum idinku owliyaau owliya inaad tihiin oo lilaahi ilaahay leeyahay owliya allah haddaad tihiin min duuni naasi dadka kale ka soko, ilaa hadday yidhaahdeen annagaa jannada gelina cid kale geli mayno inay ayagu owliya alla yihiin dad kale ahayn saasoy ka dhiganta se ayagu ka dhigayaan. Fatamanawu lmowta mowta maniya, ilaan qofka weliga ah mowt kama baqo. In kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa ku run sheegaaya waxa weeye mowta maniya oo aada leedihiin annagaa owliya ah, ilaan walweliyu sirul aakhirata, qofka weliga aakhiradow doorta, aakhirana waxaa ka bilow a mowtkaa ka bilaabah mowta maniya. Ilaahay markaas wuxuu dhahay walaa yatamanawna tamanin maaya la ayaa laga cabira suuratul baqarana lan ayaa laga cabira wey, macnaha waxa weeye walan yatamanawhu abadan weligood saasay ahaanayaa. Walaa yatamanawnahu mowd ma tamaninayan ma jeclaanayan abadan weligood, maxaa u wacan bimaakii sababkiisaysan u tamaninna u dhahay alle
qadamad aydiihim gacmahooda ay hormarsadeen, kufriga ay sameeyeenay ogyihiin. Maxaa yeelay kufrigaas wuxuu keenayaa in la cadaabo. Marka dad mowt rabo maahano waa dad adduunyada doortay, adduunyadaas kaliya ayay markaasay ayaa ayaga wax u ah. Wixii ka dambeeyana inay naargila inay ogyihiin. Maxaa yeelay waxay qariyeen sifadii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. Wallaahu allahu ilaahi caliimun alihi ku cilmi la weeye bidaalimiina, daalimiinta ilaahay caalim ayuu ku yahay. Daalim kasta ilaahay waa ogyahay subxaanahu watacaala, waana jaasin doonaa. Qul waxaa u tira hawdha haddana ilaahay ina almowta mowtka alladii mowtkaasoo tafiruuna minhu aad ka cararaysaan fainahu isagu mulaaqiikumaa idin ila kulmaaya. Mowtka aad ka ordaysiin oo naftiinu ay kahanayso ay necab tahay, cid kasta oo waxa weeye dulmi kasta ha qabto, wax kasta ha ku jirto, mowt waa la kulmaysaa. Ina almowta mowtka alladii mowtkaasoo tafiruuna minhu aad ka cabsanaysaan oo tamanigiisa aad ka cabsanaysiin weeye, aynahu idinku dega aad ka baqaysaan oo acmaashiina laydiin qabto, fainahu kaasow dhe ilaahay mulaaqiikum waa mid idinla kulmaayo u dheh. Haddaba mowtka idinla kulmane suma bacdiida tuladuuna waxaa laydiin celinayaa ilaa caalimi lqaybi, qeybka alleh ku cilmiga lahay. Qiyaamadii baa laydiin geynayaa maxkamadii alle, ilaa caalimi lqaybi, qeybka alleh ku cilmaha ayaa laydiin celinayaa, iyo washahaadati waxa muuqdo xaadirka. Haddii markaasi halkaas laydin geeyo oo maxsharki qiyaamada laydin soo saarane, fayunabbi'ukum, dibeedna alla waa idiin warramayaa, bimaa kii kuntumad ahaateen tacmaluuna, kuwa camal fala. Fayunabbi'ukum, warramidan waxa weye waa idinku jaasinaa weeye, bimaa kii kuntumad ahaateen u dhe ilaahay tacmaluuna, kuwa camal fala. Marka casharkeen intaasuu ku egyahay. Wallaahu subxaanahu watacaala aclam. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.